بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه الآية استوقفتني حول الإلحاد. الحقيقة الله تبارك وتعالى يريد أن يطمئننا نحن المؤمنين عندما نرى مكر الملحدين بالمؤمنين، عندما نرى استهزاء هؤلاء المشككين بنبينا عليه الصلاة والسلام، عندما نرى المؤامرات تحاك ضد الكثير من المسلمين في بقاع الأرض من قبل هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق ومالوا عن الهدى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. دققوا معي أيها الأحبة، تصور أنك تعمل ضمن شركة وهناك من يمكر بك، وجاء أعلى شخص في هذه الشركة، صاحب الشركة، وقال لك: لا تحمل أي هم، أنا أعلم كل شيء، هؤلاء الذين يمكرون بك لا يخفون علي. ما الذي يحدث في نفسيتك عندما تعلم أن صاحب العمل يعلم كل شيء؟ تطمئن، لا تخشى المؤامرات ولا تخشى المكر ولا تخشى أن يؤذيك أحد، لأن المدير يعلم وبالتالي سيحميك. هذه آية عظيمة أيها الأحبة، والله لو نظرنا إليها من هذه الزاوية. إن الذين يلحدون أي يميلون عن الحق، ينحرفون عن طريق الله سبحانه وتعالى، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون على الله سبحانه وتعالى. إذن الله يرى هذا المكر الذي يتم من قبل كثير من الملحدين، يرى كل شيء يحدث، وبالتالي أنا كمؤمن أطمئن أن الله يعلم كل شيء. ثم ينتقل بك البيان الإلهي إلى الآخرة. سبحان الله، انظروا هذه روعة القرآن العظيم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ مشهد مرعب يوم القيامة أيها الأحبة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، هذه حرية التعبير. القرآن يقول لكل ملحد، بنص القرآن أنا أتحدث أيها الأحبة، وهذا الخطاب موجه للذين يقولون إن الإسلام لم يضمن حرية التعبير، إن الإسلام ليس فيه حريات، إن الإسلام يضيق على الآخرين أو على المخالفين. الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته يقول لكل ملحد: اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. ينبغي أن تعلم أيها الإنسان الذي انحرفت عن طريق الله أن الله يراك في كل حركة، في كل فكرة تخطر ببالك الله يعلمها، كل كلمة تنطق بها مسجلة عليك، كل خطة ترسمها للإضرار بالآخرين الله سبحانه وتعالى يراك، إنه بما تعملون بصير. إذن أيها الأحبة، هذه الآية اشتملت على عناصر كثيرة. أولا هي الطمأنينة للمؤمنين، لا يخشون مكر الملحدين، يعني لا تحزنوا أيها الأحبة إذا رأيتم أن كثير من الملحدين في العالم يمكرون بالمؤمنين، يشوهون الإسلام، يحاولون تشويه صورة الإسلام، يحاولون أن يستهزئوا بهذا النبي الكريم، وأن لهم ذلك، طبعا النبي أعلم من ذلك بكثير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كلمة يخفون مرة واحدة ذكرت أيها الأحبة، يعني الله سبحانه وتعالى اختص بها هذه الآية ليقول لك، يؤكد لك أن هؤلاء الملحدين هم تحت مراقبة الله، هناك كاميرات إلهية تصورهم وترصد كل حركة وكل حرف وكل مؤامرة وكل خدعة، كل شيء مكتوب، كل شيء مسجل. ووجدوا
ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سيتم عرض هذه المؤامرات يوم القيامة على الملأ أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس. إذا لا يوجد شيء مخفي. إن الذين يلحدون في آياتنا، يحاولون تشويه آيات القرآن، مثل أولئك المشككين الذين نراهم على مواقع التواصل، يحاولون التشكيك بهذا الكتاب العظيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولكن القرآن يضعكم أمام خيارين، اختر مصيرك بنفسك. هذه حرية التعبير أيها الأحبة. أنت تذهب إلى الطبيب يقول لك إذا قمت بشرب الخمر والمخدرات وكذا سينتهي بك الحال إلى الموت، إذا عشت حياة صحية وامتنعت عن هذه المخدرات والخمور وغير ذلك ستعيش حياة أطول وتتمتع بصحة أفضل. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سبحان الله، والله هذه الآية أيها الأحبة تطمئن قلب المؤمن، تطمئن كل إنسان أحب القرآن، عشق كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله أيها الأحبة ليس مجرد كلام، ليس مجرد معلومات، فيه اطمئنان للقلب. لذلك سأختم هذا اللقاء بهذه الآية الكريمة، أرجو أن تحفظوها جيدا. الله تعالى يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، والحمد لله رب العالمين.